ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamu alaikum, Jibril. How are you? This is your plan course, inshallah. Inshallah, we will continue reciting from Surah At-Tawbah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. إن شاء الله we'll continue reciting till we stop. In the same time we'll continue studying Islamic studies. This will be your plan course إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله.